اكيد كاين اغنيه اللي هي اللي بغيت نقول ان اغنيه ماشي فقط اللي تشجع المنتخب المغربي, فهي اللي تشجع المغاربه كاملين, اللي غادي تشوف لو تكست ديالها كيفاش مكتوبه بواحد الطريقه ان ما كنهضروش فقط على كره بوحدها, كنهضروا بصفه عامه على المغرب مشارك في اي رياضه في اي تظاهره. فيعني هذه الاغنيه غادي تكون تشجع المغاربه كاملين. يعني كاين هذا الجديد ديال الاغنيه مع الفنانه الكبيره لديفا سميره سعيد, كذلك كاينه اغنيه مع الفنانه نجاه رجوي اللي كانت كتمثل في ذا فويس, كتمثل المغاربه في ذا فويس. كاين بزاف ديال الجديد اللي ما نقدرش نعلن عليه فقط لانه باقي ما كاينش كونفيرماسيون توتال. يعني كاين بزاف الاعمال اللي هما مخدومينش 100%, وانا دائما ما كنبغيش نعلن على الاعمال حتى كنكون تقريبا وصلنا للكليب او وصلنا للانتاج ديال الاوديو. هذه الاغنيه هذه يعني انا فرحان حيت خدام فيها لان اغنيه وطنيه وكتهم المغاربه كاملين, وان شاء الله غادي تكون فرحه مشتركه. فهاد الاغنيه يعني جات في واحد الوقت وجيز جدا, وانا ديما كنتفائل بهاد الاعمال اللي كيكونوا دغيا, كيكونوا افكار يعني كونسونطري, والعمل يعني تخدم في واحد تقريبا واحد 7 الايام, منها كان الاوديو وكان حتى الكليب والاغنيه من كلمات وانتاج المنتج مصعب العنزي, الحان ديالي وتوزيع ميكس رشيد محمد علي. والحقيقة أنا براسي ما تيقش يعني كيفاش الأغنية حتى وصلت عند لالة سميرة وقبلتها. يعني خصني نشير لواحد القضية, فنان كبير في حجم الفنانة سميرة سعيد, يعني ملي كتوصل واحد الأغنية وتقبلها يعني هذا بالنسبة لي شرف لينا حنا في الكواليس ديال الأغنية, لا أنا الملحن لا الكاتب لا الموزع. يعني الحمد لله نجحنا في هذه الميسيون هذه, وكانت عندنا يعني ميسيون واحدة أخرى هو أن الأغنية نوصلوها عاوتاني بواحد الطريقه احترافيه للجمهور. ان شاء الله غادي تكون شي حاجه مزيانه اللي كنبشركم بها. يعني خدمنا واحد الجهد اللي هو بزاف من ناحيه تسجيل الصوت, ولا من ناحيه الموسيقى, ولا من ناحيه حتى الكليب اللي غيكون ان شاء الله من اخراج امير الرواني اللي كتعرفوا انه دار اعمال كثيره, رشيد محمد علي موزع يعني غني عن التعريف, يعني ومصعب العنزي كذلك منتج وكاتب كلمات اللي هو كذلك غني عن التعريف. هو دائما يعني احنا الناس الكواليس يعني لا كتاب كلمات ولا موزعين ولا ملحنين كيعرفونا اكثر يعني الفنانين بواحد الطريقه يعني جد مقربه اكثر من الجمهور العادي. يعني كيبقى احنا عندنا واحد ليفور دو بلوس اللي نديرو, يعني مجهود اكثر اللي نديرو باش نبانو عند الجمهور ويبانو صناع هاد الاغنيه اللي كيضربوا تماره, واللي حتى كتوصل الاغنيه كتوصل عند لارتيست بواحد الصفه اللي هي مزيانه. دونك حنا فوالا حنا اليوم متواجدين مع سلطانه باش نقدموا راسنا ونعرفوا بانه شكون هاد الناس اللي كيخدموا هاد الاغاني هاد. يعني جمهور سلطانه جمهور راقي, كنقول لكم انتظروا ان شاء الله بعد العمل مع الفنانه سميره سعيد في هذه الاغنيه اللي كتشجع المغاربه ان شاء الله, وكنتمنى لهم التاهل, وان شاء الله تابعوا الجديد ديالي كله ان شاء الله على سلطانه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي, وما تنساوش ديروا جيم.